ايران. كلكم ايرانيين، تعال تفضل. شلون هالخدمات؟ خدمه الزائر عالي. حرف نداره، خدا پدر مادر همشونو بیامرزه، دم همشون گرم، دستشون درد نکنه، اون نوکرشون هم هست. حرف نداره، اون نوکرشون. طبعا احب المشاهدين من خلال ترجمه المخرج احمد سلام انه يقول كل الشكر والتحيه لكل خدام الامام الحسين اللي دا يقدمون خدمات كبيره جدا، ونحن كزائرين ايرانيين نشكر تلك الخدمات. ايضا شكر المجاميع اللي قاعده تنظف طريق الزائرين، وهذا الشيء كبير جدا. يا رب اي دعوه لخدام الامام الحسين تتحقق باسرع وقت حسب كلامه.